الرئاسية اللي باش تصير طبعا يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. نسألوك كمواطن تونسي، عندنا 3 مترشحين هما قيس سعيد، زهير المغزاوي والعياشي زمان. عندك شكون يمثلك في القائمة هذه؟ والله بصراحة معناها شكون يمثلني بصدق ما فماش، معناها فيهم 3، خاطر كل واحد عنده معناها لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، فهمتني؟ بقينا احنا تو في وضعية حساسة شوية تونس، معناها هل الاستحقاق الرئاسي المشروع الرئاسي نتاع قيس سعيد تحقق ولا باش نجمو نقولوا معناها نعطوه نوت، هل المشروع نتاع المغزاوي زهير المغزاوي معناها ينجم يكون مشروع واعد، خاصة ما عرفنالوش معناها كولور واضح، لأنه كل مرة معاه بارتي وحزب الشعب أصلا ماهوش واضح الهوية نتاعو شنية بالضبط، فهمتني؟ بالنسبة للزمال برو زمال يقال أنه كان عنده جدا شوية معناها مصالحات، ما عندوش هوية ولا برنامج واضح. والله يعني ما نعرفش بصراحة لحد الآخر لحظة، مانيش سير، ولكن لازمني ننتخب، لازم نشارك. انا مره فاتت معناها بصراحه معناها وناراتي معناها، فهمتني؟ توا لازمنا نشارك، فهمتني؟ يمكن من هنا الغدوه ناخذ ديسيزيون بخصوص اسكو نصوت لقيس سعيد ولا ينجم يكون قيس سعيد حل، انه هو مواصل المشروع نتاعو هو، وعلى الاقل على الاقل عمل حمله على الفساد. اللي باش يشد البلاد لازم يكون شخصية قوية، مفاوض مع البنك الدولي، قوي مع ليزالي ومع مع ليزانفيلتراسيون اللي قاعدة تصير، لازم بروفيل قوي، فهمتني؟ هذاك علاش جيزيت ان بو معناها بين قيس سعيد او مش قيس سعيد، فهمتني؟ لهنا قلت يلزم بروفيل قوي، يعني المترشحين الى حد الان وحسب الصور اللي عندك انت، اعطينا كيفاش يلزم يكون بروفيل قوي، كيفاش شخصيه الرئيس اللي يلزم يكون على كرسي قرطاج، معناتها شنو اللي يلزم توفر؟ والله هو في الجواب المره اللي فاتت قلت لك تقريبا الفكره نتاع رئيس يقود تونس في المرحله هذه، يعني لازم يكون ملم بالملفات، لازم يكون عنده شخصيه. اش معناها؟ اني وقت اللي نقول لا يعني وقت اللي ندخل حبس، لانه هو بجرم بالقضاء طبعا بالقانون، انا ضد انتهاك القانون، لا ضد انتهاك القانون، ولا القضاء لازم يخدم خدمته صحيحه ما يحيدش، فهمتني؟ البروفيل لازم يكون يد من حديد، شخصيه تكون معناها جديره باش تقود بلد بحجم تونس. احنا مش دول اخرى، فهمتني؟ باعة طول تونس راهي ديما من الدول اللي عندها شخصية وديما رائدة. احنا تونس تاريخنا كبير، فما اللي باع، فما على حدود فلسطين باع وبالعكس، ولا يخدم ويتاجر ولا يدخل في العباد بالفلوس ويخرج فيهم الفلوس، فهمتني؟ ولا من غير ما نجبدوا دول شقيقة، فهمتني؟ تونس باش جاها مرحلة دقيقة شوي ادق من اللي تعدات، لذلك لازم البروفيل يكون شخصية قوية متوازنة، يعرف يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي نفس الوقت يحاول ينقص شوية العبء على المواطن، لأن زاد روى غلاء الأسعار ومسألة البطالة والهجرة، هذه ملفات دقيقة شوية، فهمتني؟ لذلك لا البروفيل لازم يكون قوي. ما نعرفش اسكو يا أخي هو روى هو قيس سعيد لحد الان ما ظهرتش الصوره كامله. اي انا باش نسالك في الاطار هذايا على المترشح قيس سعيد، انت حكيت قلت معناتها نحبوا شخصيه تقول لا، رئيس الجمهوريه قيس سعيد يظهر لي في برشا مواقف معناتها قال لا لصندوق النقد الدولي، قيس سعيد قال لا في معناتها لبرشا معناتها اطراف اجنبيه، انت شنو رايك؟ قيس سعيد طبعا احنا كنا كما الناس الكل رشحنا قيس سعيد وانتظرنا منه برشا حاجات. قيس سعيد قال لا صندوق النقد الدولي، حب يخلص الديون لسوفرينتي، فهمت اش معناها؟ معناها مش عارف بالعربي كيفاش، السياده، حاول يحقق السياده، بارك الله فيه. عمل حاجات يمكن ما عملوهاش ناس اخرين، العشريه اللي تعدات ما نسميهاش العشريه السوداء، ان العشريه ذيك
فيها توانسة قاموا بأدوار قوية ياسر وهي نتاج الثورة، وأنا مع الثورة، وأنا من جيل الثورة ونحب الثورة ونتبنى الثورة والغدوة زاد. يعني واللي صار الثورة طبعاً، لأنه يعني ثم شكون يقول لك لا هي انتفاضة، لا هي لا فوضى، لا, 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 لا هي قامت الجماهير وثارت على الحاكم في التاريخ عندما تقول جمهور لا، لا نريد إكس أو إيغريك، إذا هي ثورة، ثارت الناس. تحققت شعارات الثورة خاصة شغل حرية كرامة وطنية؟ لا لا لا، تعرفش علاش؟ الحرية فما عندنا حرية تعبير، هاني نحكي معاك نورمال تو، فماش بوليس يكلمني. فما نوعا ما من نسموها الراحة مش الأريحية. بقى فما إشكالية صغيرة إنه تصفية الموروث القديم جاء متأخر. لذلك كنشوف المعارضين الكل في السجن أني نتقلق وخاف على تونس. ما عنديش يعني نيم، فما ناس تهم متاعها من ما هيش مبرر إنه يبقى مثلا. فما حالات خاصة شايب ولا إنسان مريض ولا كذا، يعني هذه يعني المرض والا الكبار، معناتها الكبار السن ما لازمهمش يبقوا في الحبس يتحاسب. لا لا ما قلتش هيك، قال شو الدول الديمقراطيه ما تحاسبش الافراد الاجساد، تحاسب الفكره. سرق يعني نحاسب فكره السرقه مش البشر، ما نكلش به. يعني الانسان عنده الحق في الدول الاوروبيه انه يقابل مرته مثلا، لانه انسان. الانسانيه موجوده في السجون والفي حتى في التعاملات مع المساجين. نحي عليه انه عارضني، هو بشر طبعا. ان الحق ما نعرفش تعامل معاه داخل كيفاش بدا حقيقه، يعني اللي قاعدين ينجم يكون تعامل تاعهم انساني على الاخر وكذا، وهم متفردين ينجم يكون. لكن انك تضعهم في سجن المعارضين ملفات مبرر ان عملوا معناها تجاوزات، والله يتحاسبوا. انا مع القانون، يتحاسبوا. لكن علاش جت في فتره الانتخابات الناس الكل تحطت مع بعض؟ ما نعرفش، هذا دوسي جو بوبا معناها، فهمتني؟ فما قضايا ما نعرفهاش، ابارمون يحكيوا على قضيه نتاع تآمر وكذا. هذا واللي هي قضيه معناتها من 2023، يعني ماهيش قبيل الانتخابات. صحيح. هذا كلمه حق مش خوف من الكاميرا ولا لا، ما دامني لم اطلع على الملف يعني ما نجمش نجزم بالمصداقيه نتاع الحكايه هذيك، فهمتني؟ لكن من برا نشوف انه يلزم نراعوا شوي في النقطه ذي، لان بلد سمينا وسمي علينا حقوق الانسان، احنا تجربه رايده، تاريخنا كبير، ما ننسوش تاريخ تونس راهو كبير، راهي ما تسمت هي تونس قبل الدول الكل، راهي افريقيه، قاره افريقيا تسمت علينا. الجزائر وليبيا راهم كانوا تحت الحكم التونسي، بعد ثم تقسيمات دول كبيره وكذا، لكن راهي تونس كانت هي المغرب الكل. خرجت منها العلماء والساسه، وخرجت منها حتى الفاتحين، وتاريخ كبير، يعني اللي باش يجي ما يكونش بروفيل عادي. فهمتني؟ لازم يكون بروفيل دينيو، جدير بانه يكون في كرسي تاع تونس. اللي عجبني في قيس سعيد انها ملم مثقف. كي مشى لامريكا عطاهم محاضرات على حقوق الانسان وكذا، هذه من الحاجات الباهيه. رئيس مش كيما الرؤساء الاخرين، بورقيبه مثقف، بن علي لا كعبلاه، فهمتني؟ حسيلو المرحله الجايه ان شاء الله ربي. قبل ما نوصل للمرحله الجايه اعطينا الى اي مدى اقنعك رئيس الجمهوريه قيس سعيد اي الحالي في فتره الحكم بتاعه في المدة بتاعه؟ والله نعطيه نعطيك حاجه خير، نعطيه بورسنتاج، بورسنتاج 50%، 50%. فما دي بروفيل ما كنتش نحلم اني نشوفه في الحبس، شفتو تو هذيك بارك الله فيه. يعني ثم جرأة؟ لا حقيقة، فما معناها ما لا يراعي في المرضية. يقول لك ما تجرأ أحد، وثم كما حكينا على برشا وجوه سياسية، برشا شخصيات. كانوا دولة، راه كانوا دولة عميقة، رجال أعمال ما يمسهم حد، هو حتى الناس كل غادي، فهمتني؟ يعني هذه تحسب له؟ تحسب له بيان سور. وحكيت مع صديقة قلت البارح، قالت لي راهو كنا نحلموا في يوم من الأيام أنه نجبدوهم بالواحد، توا جبدنا الناس الكل حطينا في الحبس. ولكن عندي مؤاخذات على أشياء أخرى.
فهمتني؟ كيفاش لو كيما قلت لك التعامل، التعامل مع المعارضين، المعارضين فرض فكرة خيالية شوية على الشعب. أنا حكيت معاه مرة قلت له راهو صعيب مشروع هذا صعيب، قال لي نحاول. وقتها هو في الحملة متاعه، أنا مواطن عادي حكيت معاه وتقابلنا فيه بصوته في مكان ما في الجنوب التونسي، فهمتني؟ فكرة خيالية بلزموا، إن شاء الله إن شاء الله نجم نتجاوز المرحلة ذي باش تتجلى الفكرة ذيك ويستفيد منها الشعب إن شاء الله على أرض الواقع، أن الشعب يشعر بشوي، يهز شوي نفس، فهمتني؟ قريب تقطع نفس؟ لا لا، واحد من الناس أنا تو تخرجت عام 2000 ما خدمتش خدمتي، تعرف من 2000 لتو قدش عام؟ 24 عام في بالك ولا؟ ولتو ما وصلتش أني نخدم خدمتي، لا أخذ أحدا ما نكلم حد خاطر حمل روحي مسؤولية، فهمتني؟ الهياكل والإدارة كي تعمل لي تصفية الإدارة محاسبات تجبد لي دوسيات، والله على الراس والعين انتخبت، انتخبك 30 عام أخرين، جبد لي الإدارة، جبد لي الدوسيات المخبلة، خرج لي التعاملات والأكتاف والرشاوة والشهاد المدلسة وهذا ولد عمي وهذا قريب وهذا تخلى هيك في كل الإدارات كلهم، خلي نحاولوا نلقوا على الأقل تونس أصفى شوي، وكان ربي وفقه علاش ليه ما فماش اللي باش يجي لازم يتحمل مسؤولية قوية وكو.